Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakum akhukum Idriss Yaqali for gestion academy. Inch'Allah, nous allons vous cette vidéo. Vous allez vous faire un inch'Allah, vous partagez, vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez vous faire une vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات متابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة الفيسبوك forgestion أو على شانل يوتيوب forgestion ومع كورس جديد اللي هو les opérations courantes. غنشوفوا إن شاء الله في هذا الفيديو ديالنا facturation système de facturation واللي غنشوفوا الفيديو الأول هو facture simple avec TVA. ونبداو على بركة الله. Facture الفاكتور تكون تشتمل على لي ريديكسيون اي لي ماجوراسيون، يعني الحوايج تتنقصوا لي ريديكسيون التخفيضات والماجوراسيون الحوايج تتزادوا في لافاكتور. لافاكتور كاين حوايج تنقصوا من المونطون تيتسموا دي ريديكسيون، وكاين شي حوايج تزيدوا في المونطون ديال الفاكتور تيتسموا لي ماجوراسيون. لي ريديكسيون تنقسموا لجوج انواع ديال لي ريديكسيون، ريديكسيون كوميرسيال اي ريديكسيون فينونسيير. ريديكسيون كوميرسيال ريديكسيون فينونسيير، تخفيضات تجاريه وتخفيضات ماليه. بالنسبه للتخفيضات التجاريه تنقسم ثلاث انواع. النوع الاول منها هو التخفيض التجاري غوميز، واللي معروف ومشهور بزاف. الغوميز امتى تدار؟ اون كاد كليون فيديل او كونتيتي ديال المارشانديز كثيره تشرات. مثلا كيفاش واحد الكليون تيشري من عندي انا ديما بواحد الصفه منتظمه، ما غنحسبش ليه المونطون ديال السلعه بحال غنحسبو لكليون اخر. مثلا تنبيع انا كتوبه الكتاب تنبيعو بخمسة دراهم، الكليون عادي، مي كليون فيديل تيجي يشري من عندي ديما تنقص ليه واحد الدرهم تنبيعو ليه بربعة دراهم، هذيك الدرهم نقص ليه تتسمى الغوميز وعندها واحد لو بورسونتاج ديالها. مثلا تنقص ليه 5% من أي شراء ديالو حيت هو كليون فيدال ماشي كليون باساجي. مزيان، هذه الحالة الأولى تندير فيها الروميز. الحالة الثانية كونتيتي، شرا السلعة بزاف، قد ما تشري كونتيتي كثيرة قد ما تتخفض لك الثمن ديال السلعة. هذاك الغوميز تيكون تتحدد على الثمن ديال السلعة. مثلا تنقول لك إلا شريتي من عندي 5000 درهم ديال السلعة غيكون عندك روميز ديال 2%، شريتي من عندي 10000 درهم ديال السلعه تيكون عندك روميز ديال 3% اكسيتيرا. يعني تنحفزك باش تشري. علاش تسمو كاينه في ريديكسيون كوميرسيال؟ كاع انواع لي ريديكسيون كوميرسيال تيحفزوك انك باش تشري، يعني باش حنا نبيعو، يعني تيدير داخله في نطاق ديال الكوميرس، هادشي تسمو ريديكسيون كوميرسيال. مزيان، وكما معروف عندنا حنا المتداول كيلو ب 60 جوج ب 100 بحال هكا دات الغوميز. هادي هي المنطق ديالو ديال الكونتيتي، قد ما تشري كونتيتي كثيره قد ما تنقص لك من المونطون ديال السلعه. وكذلك الا كنتي كليون فيديل تشري ديما مع عند سوسيتي تدير لك واحد الغوميز. هادو هما الحالات اللي تدار فيهم الغوميز، هي الا كان كليون فيديل تشري ديما مع عند الشركه او كونتيتي ديال السلعه كبيره تدار واحد الغوميز. مزيان، عندنا ريديكسيون الثانيه هي الغابي. غابي هاد الغابي اون كتيكون تيكون اون كات ديفو دو كاليتي او الغوطار دو ليفريزون. يعني الا صيفطنا السلعه لشي كليون وكان فيها شي ديفو او الا تعطلنا عليه في ليفريزون ديال السلعه. مثلا مشينا تنبيعو حنا نظارات، تنبيعو نظاظر، جا واحد الكليون شرا بعدا نظاظر قالنا تعطوني 100 نظاره رايبان. مثلا حنا صيفطنا ليه 100 نظاره، لكن فاش جا قلب لقى شي وحدين فيهم شي ضريبات رايبان وفيهم شي روتوش. هنا في هذه الحاله هذه عيط لينا قلنا فوالا راه لقيت انا واحد 20 نظاظر خاسرين فيهم روتوش. في النظام ديال بيع وشراء في لونتربريز ماكاينش لونفيرونمون ديال لونتربريز ديال الكوميرس، ماكاينش شي حاجه سميتها سمح ليا، سمح لي انني غندير ليه واحد ريديكسيون، قول ليه فوالا هذوك 20 نظاظر غادي نبدلهم لك وغنقص لك انا واحد 3% كتعويض مثلا باش تبقى محافظ عليه ككليون باش يشري من عندي، حيت الكليون هما الاساس ديال لي فونت ديالي. مثلا كاين عاوتاني الا كانت عندي غوطاغ دو ليفريزون، انا قلت ليه فوالا غنصيفط لك السلعه ديالك نهار الحد، هو تا هو معول على غادي نهار الحد باش غيخدمها مع دي كليون ديالو، فبدا نهار الحد ما صيفطتهاش ليه تعطلت عليه. فهاد الحالة هذا شنو خصني ندير ليه؟ هاديك سمح ليا تعطلت عليك خصني نترجمها ليه لواحد الغيديكسيون، نقص ليه واحد البورسونتاج اللي تسمى الغابي. إذا الغابي إمتى تدار؟ تدار إلا كانت عندنا السلعة فيها شي ديفو أو كان عندنا تعطل في ليفغيزون ديال السلعة، في تسليم السلعة مسلمناهاش في الوقت ديالها. مزيان، تخوازيام غيديكسيون اللي هو الغيستورن. هاد الغيستورن هذا إمتى تدار؟ هاد الغيديكسيون إمتى تدار؟
تدار باش نحفزوا الكليون ما تبقاش يشري عندنا غير حنا بوحدنا. كيفاش مثلا؟ كاين مثلا حنا تنبيعوا كتب، نبقاو ديما في النطاق ديال الكتب، تنبيعوا الكتب وكاين ما كاينش غير حنا بوحدنا تنبيعوا الكتب، كاين بزاف ديال الشركات تبيعوا الكتب. لكن باش نحفز الكليون ما يبقاش يشري عندي غير انا راسي، تنقول ليه فوالا جي عندي الكليون تيشري، تنقول ليه حتى الى وصل شيف دافير، يعني ديما تخدم على شيف دافير، الى وصل رقم المعاملات ديالك في واحد المده معينه تنحددها معاه، سواء 3 شهور تريميستر او سيمستر تنحددهم معاه، تقول مثلا الى وصل الشراءات ديالك من عندنا، يعني رقم المعاملات ديالنا معاك في مده 3 شهور وصل 100000 درهم وفاتها، يعني وصلت معنا 100000 درهم ديال الشراءات، تعطيك واحد الريديكسيون على دوك الشراءات ديال 3%، وتتبقى اي سلعه من بعد تندير لك على واحد ريديكسيون ديال 3%. اذا شنو تندير؟ تنشجعو انه يبقى يشري عندي غير راسي، هو طبعا لوجيك مو غيفكر، ما يبقاش يمشي يشري مع هاد لي فورنيتور الاخرين، يقول يبغي يوصل معايا ديك 100000 درهم باش يستافد من ديك الريديكسيون ديال 3% او 5% او 10% على حسب شنو تفاهمت مع انا. هادو تخوا ريديكسيون غنتفرعوا لهم كل وحده بوحده ان شاء الله، فاش غندخلوا في ريديكسيون في الفاكتور غنزيدوهم ان شاء الله. دابا حنا في الدرس ديالنا غنشوفوا غير لا فاكتور اون جينيرال شنو تيكون فيها، وغنبداو بالفقره الاولى ديال فاكتور سامبل افيك تي في. مزيان، قالت لنا لي ريديكسيون فينونسيير. ريديكسيون فينونسيير عندنا وحده اللي هي ليسكونت، كما تشوفوا ريديكسيون فينونسيير يعني النقصات او التخفيضات الماليه. ليسكونت متعلق بالفلوس، هادو بثلاثه لي ريديكسيون كوميرسيال كانوا متعلقين بالتجاره، تنشجع الكليان باش يشري من عندي، هادو علاش تسموه كوميرسيال، تنشجعو باش يشري من عندي اكثر. ليسكونت فينونسيير تنشجعو بانه يخلصني. كيفاش؟ فوالا الكليان تيشري من عندي، وكما تعرفوا نتوما ان في السوق في المارشي كاين عندنا ديما تيكون لاشا كريدي، قليل الفورنيسور قليل الكليون تيخلصوك في ديك الوقت، ديما تيشري من عندك وتيخلصك من بعد شهر شهرين 3 شهور. حنا باش نحفزو انه يخلصنا شنو تنقولوا ليه؟ فوالا مونطون بعنا لك هاد السلعه هادي ب 100000 درهم، انت الا كنتي بغيتي تخلصنا كونطون دابا تعطينا على شي نمشيو نتخلصوا غنقصوا لك واحد 5%، كنتي تخلصنا من بعد شهر غنقصوا لك 3%، كنتي تخلصنا من بعد 3 شهور ما غنقصوا لك والو. اذا شنو تنحفزو انا؟ انه يخلصني افون لو شيونس، يعني قبل من المده الزمنيه اللي محددينها، هو عنده الحق 3 شهور لكن تنحفزو انه يخلصني قبل من 3 شهور. الا خلصني دابا عطيتيني دابا الشيك وخلصتيني، يعني خلصتيني دابا كونطون، غادي نقص لك 5% من الثمن ديال البيع اللي بعنا لك. حنا هاد المونطون ديال المارشو اللي تفاهمنا عليه 100000 درهم غنقص لك 5% حيت خلصتيني دابا، اذا تنشجع باش يخلصني، علاش تسمى ريديكسيون فينونسيير؟ كاينه غير وحده اللي هي ليسكونت. بالنسبه للماجوراسيون تجي تزادو حوايج، تزادو التي في تاكس ولا فالور اجوتي اللي غنشوفوها هي الدرس الاولاني، ترونسبور تا هو تيتزاد، ولومبالاج تا هو تيتزاد. اذا دو ماجوراسيون كاين عندنا ثلاث انواع ديال الماجوراسيون، اذا لا فاكتور تكون فيها لي ريديكسيون اي ماجوراسيون تخفيضات والحوايج تزيدوها، ماجوراسيون حوايج تزادو، تخفيضات المالي ريديكسيون تنقسمو لجوج، ريديكسيون كوميرسيال ريديكسيون فينونسيير. ريديكسيون كوميرسيال عندنا ثلاث انواع، الغوميز الغابي الريستورن، و تنقول لهم 3 ار حيت كلهم تيبداو ب ار ار ار. وريديكسيون فينونسيير عندنا ليسكونت. بالنسبه للماجوراسيون كاين عندنا الماجوراسيون تي في ا ترونسبور و لومبالاج، هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الدروس غيجي معنا باذن الله. نمشيو نمرو الدرس ديالنا ديال اليوم اللي هو الفاكتور افيك تي في ا. حنا دابا غنقسمو غنشوفو لي ريديكسيون بوحدهم لي ماجوراسيون بوحدهم. فاكتور افيك تي في ا، مزيان، لي طو دو تي في ا، تي في ا سي تاكس سور لا فالور اجوتي، الضريبه على القيمه المضافه. اي بيع داخل ما بين شركه وشركه خاص تكون فيه لا فاكتور، ولا فاكتور خاص تكون فيها التي في ا، ما كاينش شي فاكتور بلا تي في ا. لا فاكتور بلا تي في تسمى بون، بون هذا كيتسمى ماشي فاكتور، سي ان بون ماشي فاكتور، يعني لا فاكتور تكون فيها تي في ا، واي فاكتور تكون فيها تي في ا فهي تسمى تدوز في لا كونطابيليتي. اذا حنا في لا كونطابيليتي ما يمكنش لينا ندوزو اوبيراسيون ما فيهاش شي بيس جوستيفيكاتيف، ولي بيس جوستيفيكاتيف عندنا اما لي بون ولا لي فاكتور. لا فاكتور تكون فيهم تي في ا، تاكس سور لا فالور اجوتي، الضريبه على القيمه المضافه. هاد التي في تاخذها الدوله، حنا تنبيعو وتنشريو بالتي في ا، لكن في الاخر غنعطيوها للدوله، وهادشي غتشوفوه ان شاء الله في لا فيسكاليتي في دوزيام اني ان شاء الله في الكور ديال لا فيسكاليتي، هي تطرقوا فيه التي في ا وانواع ديال التي في ا وكيفاش تخلص التي في ا. اذا التي في ا حنا تنشريو بالتي في ا وتنبيعو بالتي في ا، تيكون كيف تي في ما هي ارباح بالنسبه للشركه ما هي خساره، هي بالنسبه للشركه ماشي شارج من تشري بالتي في وماشي برودوي، يعني ماشي مدخول وماشي مصروف، تنشريو بالتي في تنبيعو بالتي في، والتي في تبقى في الاخر تنعطيوها للدوله، حنا غير مسخرين. تاكس ولا فالور اجوتي والضرائب، هذه ضريبه التي في فرضها الدوله على الشركات يتعاملوا بها،
وتكون الاخرى اللي تيخلصها هو الكونسوماتور. تفي عندها 4 ديال لي طو 7%، وكاين لو طو 10% البورسونتاج ديالو، وكاين بورسونتاج ديال 14% لو طو ديال 14%، وكاين 20% واللي هي بزاف مزيان. شكون تيتعامل ب 7%؟ 7% نعطيكم غادي زيكزومبل انا صغار حيت هادشي غتطرقوا ليه اكثر في الدرس ديال فيسكاليتي في الدوزيام اني. 7% بالنسبه لشكون؟ شركه تبيع الادويه، بالنسبه للماء، يعني بالنسبه لي فورنيتور سكولير الادوات المدرسيه، يعني المواد الاساسيه بروميير نيسيسيتي، يعني المواد الاساسيه لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، المواد الاساسيه تحتاجهم ضروري، الماء تحتاجوه ضروري، الادويه تحتاجوهم ضروري، لي فورنيتور سكولير الادوات المدرسيه، تيكون 7%، يعني التي في ديالهم مخفضه. 10% بالنسبه لاش؟ 10% بالنسبه للسيرفيس توريستيك بحالاش لي ريستورون تيتعاملوا ب 10%، لي زوتيل تيتعاملوا ب 10%، كذلك لي بنك تيتعاملوا ب 10%، لي سيرفيس ديال لي بنك ب 10%، و سيرفيس ديال لاسيرونس هما تيقدروا يكونوا بعد ب 10%، يعني لي سيرفيس توريستيك كاملين ب 10%. 14% بالنسبه مثلا للترونسبور تيتعاملوا ب 14%، بالنسبه للبيع والشراء ديال الكافي القهوه كقهوة ب 14%. إلا كنتي استنت لي هنا مزيان، إلا كنتي انت عندك قهوة، يعني عندك مقهى، تيجيو الناس يبركو عندك، عندك مقهى، غتعامل معاهم ب 10% ديال التيفيا. لكن كنتي تبيع تشري في القهوة ليكيد، تمشي تشري مثلا خماشي ديال القهوة تتبيعهم للشركات ولا تبيعهم للقهاوي، هنا غتعامل ب 14%، يعني الكافي كبرودوي 14%، هنا الكافي كسيرفيس 10%، واللي تيبقى الآخر لي زوطخ سيرفيس 20% ديال لي فونت ولاشا 20%. هنا 20% تكون كثيره حيت بزاف ديال لي سيرفيس تيدخلوا بها، اي واحد تبيع ويشري دي ماتيير من غير هادشي اللي قلنا تيدخل ب 20%، وهادشي كما تنقولوا حنا غنطرقوا ليه اكثر في الدرس ديال لا فيسكاليتي ان شاء الله اللي عندكم في الدوزيام اني. هنا اللي عندنا في بروميير اني اننا خصنا نعرفوا بيان اس ان، اللي خصنا نعرفوا هاد لي طو كاينين 7 وكاينين 10 وكاينين 14 وكاين 20%. مزيان، لا فاكتور شنو تيكون فيها؟ لا فاكتور حنا وصلنا عرفنا لي طو، بغينا نصاوبوا الفاكتور، واش خصني يكون فيها؟ اول حاجه يكون فيها لا دات دو فاكتور، تتشمل على دات فاكتور، نيميرو دو فاكتور، كل فاكتور خصك تكون عندها نيميرو ولا دات ديالها. ليليمون يعني ايليمون خصك تكون تشمل على ايليمون، والمونطون. مزيان، اذا كل فاكتور خصك تكون فيها دات، نيميرو دو فاكتور، ايليمون، مونطون. ندير واحد ليكزامبل، لو 3/9/2012 المونطون دو مارشانديز 200 درهم تي في ا 20% ريغلي بار شيك. فاكتور نيميرو 123/12 نحطو لا فاكتور ديال هاد لوبيراسيون. مزيان، ستركتور ديال لا فاكتور تكون عندي بهذا الشكل، هذا تيكون فوق فاكتور نيميرو، نيميرو ديال لا فاكتور ولا دات ديالها 3/9/2011، تنديرو ايليمون مونطون. ايليمون اول مونطون تيتسمى المونطون اور تاكس، اشتي يعني مونطون اور تاكس، خارج التي فيا، يعني خارج الضرائب، اور تاكس اللي هو الثمن الاصلي ديال السلعة اللي هو 200 درهم، تنحط 200 درهم، تجي تحت ما تندير التي في، يعني المونطون التي في 40، مين جبتها 40 شديت 200 ضربتها في 20 هو لوطو اللي عطانو لنا 20%، 20 قسمتها على 100، قبل تحسب التي في، التي في لوطو ديالها عطاونا 20 بورسونتاج ديال 20، غنشد المونطون ديال السلعه اللي هو 200 ونضربو في 20 ونقسمو على 100 عطاني 40. المونطون تي تي سي تو تاكس كومبريز، يعني هنا المونطون شامل للضريبه اللي هو شامل التي في تو تاكس كومبريز، اللي هو تيعطيني المونطون اور تاكس بلس المونطون ديال التي في اللي هو 240 درهم. ديما تكون عندي المونطون تي تي سي هو اخر مونطون تنبيعو به 240 درهم. هنا بغيت نشير لكم واحد النظريه، بحال مثلا تمشيو لي غون سيرفاس لي غون سوبر مارشي بحال مثلا المرجان، تلقى بي سي ريت بي بي واحد اورديناتور مكتوب عليه 4000 درهم، لكن مكتوب حدا اور تاكس اش تي، تتشدو انت تاخذو ب 4000 درهم تمشي تخلصو تيقول لك لا راه تخلصو لنا ب 4500 درهم، تقول لهم لا انت راه مكتوبه فيه 4000 درهم، تقول لك نو هذيك 4000 درهم اوغ تاكس زائد تي في انت راه غتنبيعوه لك بالتي تي سي، يعني غتخلص واحد 500 درهم ديال تي في اللي هو التوتال ديالو كامل 450 4500 درهم، يعني تي تي سي ديما انا خصني نعرف ثمن تي تي سي. مزيان، فوالا مونطون تي في، كيفاش لقينا مونطون تي في؟ لو مونطون تي في ايغال مونطون اوغ تاكس اللي هو 200 درهم فوا لو تو دو تي في اللي هو 20%، مونطون اور تاكس فوا لو طو دو تي في. هادشي باش لقينا المونطون تي في هاد 40، كيفاش لقيناها؟ شدينا المونطون اور تاكس اللي هو 200 وضربناه في لو طو دو تي في اللي هي 40،
المونطون تي تي سي، هذا المونطون تي تي سي كيفاش لقيناه؟ المونطون اور تاكس اللي هو 200 بلس المونطون تي في ا اللي هي 40. مزيان، عطاتني مونطون تي تي سي 200 زائد 40 عطاتني 240 مونطون تي تي سي. مونطون اور تاكس كيفاش الا كان الا بغيت نلقى المونطون اور تاكس؟ عندي هاد لي دو مونطون ما عنديش اور تاكس. مونطون اور تاكس يساوي المونطون تي تي سي اللي هو هذا 240 مقسومة على واحد فاصلة لو طول تي فيا. ديما هادي قاعدة، واحد فاصلة لو طول تي فيا. مونطون اور تاكس عندي 240، نشد 240 نقسم علاش؟ على واحد فاصلة لو طول. شحال لو طول تي فيا؟ 20. كان لو طول تي فيا 14 غندير 1.14. كان لو طول تي فيا 10 غندير 1.10. كان لو طول تي فيا 7 ما غنديرش 1.7 غندير 1.07. حيت درت 1.7 رديت المونطون ديال تي فيا 70. اذا باش نلقى الاوك تاكس تدير المونطون تي فيا، المونطون تي تي سي عفوا، مقسوم على 1. لو طول دو تي فيا اللي هو 20، اذا 1.20 غيعطيني 200 ديال المونطون اوك تاكس. هذه القاعده باش تلقاو هاد لي مونطون اللي كاين عندي هنا في لا فاكتور. هذه هي ستركتور ديال لا فاكتور، هذا هو الطابلو ديال لا فاكتور، تحطو بهذا الشكل هذا. مازال الفيديو ما كملش، استفدت معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا، وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنت باغي تستافد معنا من الدوره التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت، يمكن لك تخاطب معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا، ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين على الانترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. ندوز دابا فاكتور افيك تي في وندوزو الجورنال. حنا صوبنا لا فاكتور ديالنا، بغينا نحطوها في الجورنال. هنا تحاول تنتبهوا معايا مزيان، غنشرحوا بالتدقيق ان شاء الله. الا كانت عندي لاشا، لوبيراسيون فيها الاشا او الاكيزيسيون او الفونت، هادشي اللي غيقدر يكون عندي في لوبيراسيون. اما لاشا شرينا، ومتى نقول لاشا تنعني كلاس 6 بحال دابا اشا دو مارشانديز، اشا دو ماتيير بروميير، اشا دو فورنيتور دو بيرو، يعني شرينا شي حاجه من كلاس 6. Acquisition, c'est une chose de classe 2. Acquisition des ordinateurs, acquisition des tables, acquisition des chaises. Il y a une chose qui est acquisition à la classe 2. C'est une chose de classe 2. Ou le vente. On a deux ateliers des opérations. On a deux ateliers des mobiles. On a deux ateliers des achats, ou acquisition, ou vente. Le montant de l'homme, c'est le tiers. Hors taxe. C'est le montant hors taxe. On a reçu voiture. Tu as deux montants hors taxe. Il y a achat marchandise. À charge de montant hors taxe. Acquisition des ordinateurs, on attend le montant hors taxe qui fait la facture. Vente de marchandises, on attend le montant hors taxe qui fait la facture. Mizien. Le montant de TVA. Je peux le tirer du montant de TVA. En cas d'achat. Il est question de TVA ou de achat. Mais c'est achat de marchandises, TVA 20%. Avec le TVA, on va mettre TVA récupérable sur charge. Il y a 34-55 jours. Je vais le mettre en débit. TVA récupérable sur charge 34-55 jours, je vais mettre début. L'achat, il est chargé en classe 6, c'est comme un TVA, ou le TVA de l'unité, c'est un TVA récupérable sur charge. Pour que je me charge en classe 6, TVA de l'opération, c'est un TVA récupérable sur charge. Le compte est là, 34-55 jours, c'est un débit. En cas d'acquisition, il est que l'opération a dit acquisition. Maintenant, il y a l'acquisition des ordinateurs, 10 000 dirhams, TVA 20%. هنا لاكيزيسيون غتكون مع تي في ريكوبيرابل ماشي سيغ شارج. شارج يعني كلاس 6. تي في ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون، حيت شريت شي حاجه من كلاس 2. هنا علاش قلنا تي في ريكوبيرابل سيغ شارج؟ حيت شرينا لاشا مارشانديز، ولاشا مارشانديز كاينه في كلاس 6. شرينا درنا لاشا، هنا درنا لاكيزيسيون، شرينا شي حاجه في كلاس 2. وهادشي راك شرحتو في بلان كونتابل. تي في ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون 34-55 واحد تكون حتى هي في الديبي. ديما تي في ريكوبيرابل تكون في الديبي. En cas de vente, il y a des ventes marchandises maintenant, on a TVA facturé, les 45-55 euros sont en crédit. Et là, je vais vous dire, TVA, c'est la vente. L'achat qui est en débit, c'est la TVA. La vente qui est en crédit, c'est la TVA. Et la TVA, c'est l'achat, c'est la vente. Et quand j'ai dit l'achat, je vais vous dire, l'achat classe 6, donc je suis en classe 6, c'est la TVA récupérable sur charge. Et quand j'ai dit que je suis en classe 2, تكون تي في ا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون. كيما تعرفوا حنا تنشريو لونتروبيس، تشري من دو كلاس، ديما تشري من دو كلاس. اما غتشري شي حاجه غتكونسوميها
غتكون اذا شريت من كلاس 6 ولا غتشري شي حاجه غتبقى عندها ستابل اذا شريت من كلاس 2. اذا شريت من كلاس 6 تي في ا ريكوبيرابل سور شارج 34 55 جوج وتكون في الديبي. شريت شي حاجه من كلاس 2 اللي هي لاكيزيسيون غتكون تي في ا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون 34 55 واحد وتكون في الديبي. بعت يعني لي فونت غتكون تي في ا فاكتوري 44 55 وغتكون في كريدي. وكما قلنا تي في ا تتبع الفونت وتتبع لاشا تتبعهم في الجورنال كانوا في الديبي الفونت كاينه في الكريدي تي في هي تحت منها غتكون في الكريدي لاشا كاينه في الديبي تي في تحت منها غتكون في الديبي. مزيان يبقى لنا المونتور تاكس شكون اللي غياخذو. الا كنا تخلصنا بار شيك المونتور تاكس غتاخذ الكونت ديالو بونك غياخذو كونت بونك عطو المونتور تي تي سي. الا كنا تخلصنا اون اسبيس يعني المونتور تي تي سي غيتعطى لاكاس. الا كنا درنا سي سي بي خلصنا بكونت شيك بوستو غياخد المونتون تي تي سي الكونت سي سي بي اللي كاين في كلاس 5 حتى هو. الا كنا درنا لاشا اكريدي طبعا المونتون تي تي سي غياخد الفورنيسور هو تيتسلم لك المبلغ. ولا كنا درنا الفونت اكريدي المونتون تي تي سي غياخد الكليان. مزيان نرجع معاك. اذا لا تي في عندي شنو غيكون شحال من مونتون يكون فيها 3 مونتون كما شفنا حنا في تي في يكون مونتون تاكس المونتون تي في المونتون تي تي سي. المونتون اور تاكس الا كتعدي لاشا د مارشانديز غتاخد ياخد المونتون اور تاكس لو كونت ديال لاشا او الكونت ديال لاكيزيسيون او الكونت ديال الفونت. تي في ا على حساب الكونت اما تي في ريكوبير سور شارج او سور ايموبيليزاسيون على حساب شنو شريت. الا كانت لاشا واش شريت شي حاجه من كلاس 2 ولا من كلاس 6 ولا كتعدي الفونت ديما تكون مع تي في فاكتوري الا كان عندي الكونت ديال البرودوي. المونتون تي تي سي غيبقى على حساب باش تخلصت ولا باش خلصت. اما خلصت بشيك ويكون مونطون تي تي سي غياخذ الكونت ديال البنك او خلصت اسبيس نقدا مونطون تي تي سي غتاخذ لاكيس او خلصت بار شيك بوستو يعني ديال البوستا مونطون تي تي سي غياخذ الكونت شيك بوستو او شريت سلعه اكريدي المونطون ديال تي تي سي غياخذ الفورنيسور او بعت سلعه كريدي المونطون تي تي سي غياخذ الكليون. وهادشي غنشوفو ان شاء الله في لي زوبيراسيون لي غيجيو. مزيان ندوزو شي لو كليون اوبيراسيون تكون بحال هكا. هنا غنرجع لوبيراسيون اللي دوزنا اللي شفنا في الاول باش بقاو عاقلين عليها. درنا لا فاكتور ديالها غنحاول نرجع ليها. درنا لا فاكتور ديالها باش تقعقل على لوبيراسيون. فوالا ها هي هادي خدمو هاد لوبيراسيون ديال خدمنا الجورنال ديالها لو 3/9/2012 Montant de marchandise 200 dirhams, TVA 20% réglé par chèque. Facture numéro 123/12. Cette opération, on rendra chez le client, chez le fournisseur. Il y a un local de vente, en cas de vente, en cas de l'achat. Il y a le petit chat ou le fournisseur, il y a une vente. On dira par cas de vente. Il y a le petit chat ou le client, il y a une l'achat. On rendra chez le client, chez le fournisseur. Vous y êtes. Deux directement. L'opération ديالنا journal. Voilà, chez le client. Chez le client, il y a le cas ديال le cas ديال l'achat. L'achat de marchandises débit. Vous avez vu dans le journal, l'achat de marchandises débit. طبعا غادي تحتاج من التي في ريكوبيرابل سور شارج حيت لاشا في كاينه في كلاس 6 61 11 غادي تحتاج منها تي في ريكوبيرابل سور شارج اللي هي 34 552 يعني تي في ريكوبيرابل سور شارج. لاشات مارشانديز المونطون ديالها 200 درهم. المونطون ديال تي في خدا تو تي في ريكوبيرا سيغ شارج اللي هو 40 درهم. وباش تخلص داكشي باغ شيك يعني بونك كونتر بونك 51/41 خدا المونطون تي تي سي اللي هو 240 وغنجيو غندير لي بيلي فاكتور نيميرو 123. شي لو فورنيسور كيفاش غيدوز ديك لوبيراسيون الفورنيسور نفس لا دات غير الفورنيسور ديال الفونت تخلص باغ بونك. حنا ديما واخا تنسبقو ديما لو كونت ديال ديبي بونك 51/41 طبعا اش قلنا البونك تياخد المونطون تي تي سي 240. فونت مارشانديز قلنا الفونت ولا شاش تياخدو المونطون اور تاكس ها وخدا 200 درهم كونت ديالو 71/11. وطبعا تي في قلنا تتبع الفونت وتتبع لاشا كما شفتو هنا تبعات لاشا اون كاد لاشا تي في ريكوبير سور شارج تحت منها. هنا اون كاد فونت تي في تحت منها تي في فاكتوري 40. هنا باش تبقاو عاقلين ديما فاش كنكون تنقري تنقول واحد ليكزومبل باش يبقاو الدراري عاقلين على التي في ما يبقاوش تخربق لهم. التي في ديما تبقى تابعه لاشا وتابعه الفونت وتنوصفها لهم بحال ديك الحوته الصغيره اللي تكون تابعه الروكان. تعرفوا الروكان تيكون قرش يكون تابعه واحد الحوته صغيره تا
تتقتات تتاكل من ديك البقايا ديالو بحال بحال كيغدون ديالو تتاكل من ديك البقايا تبقاو في سنان تنقي لي سنان ديك الحوته الصغيره ديما تابعه هنا الروكان هو ديك التيفي هو لا شاو ولا الفونت وديك الحوته الصغيره تتاكل منه اللي هي لا فاكتور هي التيفيا سواء كان التيفيا ريكوبيرابل ولا التيفيا فاكتوري اذا ديما خصني ندير في دماغي لاشا ديما تحت منها التيفيا والفونت ديما تحت منه التيفيا هذا الشيء اللي غنشوفو ان شاء الله في هذا الدرس هذا ديال الفاكتور افيك التيفيا نتمنى اني نكون وصلت لكم بطريقة جميلة وطريقة سهلة والطريقة اللي قدرتوا انك تستوعبوا بها وتطرقت للنواحي كاملين ديال لا فاكتور افيك التيفيا نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبة اخرين تما من هذا الفيديو هذا كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورتيسو اكاديمي يمكن لك تابوني معنا في لاشين يوتيوب كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورتيسو او لاباج ديالنا فورتيسو اكاديمي باش تشوف اخر اعمال ديال فورتيسو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته